احنا الترتيبات هي يعني لما انقطع السبل فينا يعني الناس بدها تروح وتيجي، فيش حدا بضل قاعد في الدار اصلا يعني، الكل في عليه شغل، الكل عليه اعمال. بس لما انقطع فينا السبيل اكثر حد يعني بنوصله بس لعند البوابه، لانه طريق بديل مناش، طريق البديل بالنسبه لنا لطول الكريم بس عن طريق بزاري، واذا بدنا نلف عن بزاري بدك تلف على الفندق وعلى جيت وعلى دير شرف وعلى بزاري وعلى عنبته وعلى طول الكريم، وهذه اصلا هي معاناه وقمه المعاناه للناس. هسا ثاني اشي الترتيبات، انه احنا صرنا نوصل لحد الهون والناس بنزلوا بيقطعوا البوابة. هسا لما يقطعوا البوابة، لما يقطعوا البوابة في عليها اشكاليات. الاشكاليات اللي هي انه الطريق مش امان، في اي لحظة بيجي علينا الجيش بطرنا من هون، بصير يطخ قنابل صوت، قنابل غاز، الناس بتتفرك، وهي اللي بصير. معاناة الشعب، الشعب اصلا يعني شو بدنا نقول، نقول هزيل من ناحيه الماده. يعني لما احنا الاجار انقسم قسمين وزاد الاجار على الناس وزادت المواصلات، زاد الوقت، الخوف، قطعوا السبل فينا عن المدينه، في شغلات كثيره يعني ترتبت. يعني في عندنا مثلا اطفال معاقين بدهم يضطروا يمرقوا من تحت البوابة، طبعا البوابة ما حد بمرق عن جنبها بس من تحتيها. في عنا أطفال معاقين، في ناس كبار في السن، في ناس مريضين. يعني الإسعاف أجا قبل يومين جاب مريض من تحت البوابة سحبوه على السحلية تبعت الإسعاف. وهذه المعاناة يعني قطعونا، قطعونا عن المدينة يعني بأي لحظة بس سكر البوابة خلص مناش طريق على المدينة. بالنسبة للناس المريضين يعني في عنا احنا مراكز صحية في البلد مثلا كفر جمال، بس على الفاضي لا الوزارة راضية ترد على حدا انه يعني مثلا يعملوه كمستوصف او يعملوه مثلا كرعاية اولية، يعني يبقى في دكتور يعني يكون بالاسعافات الاولية بعدين يحاول. يعني احنا لما انقطعنا عن مدينة طول كرم هي اقرب مدينة علينا، هسه فيش احنا عندنا اسعاف، اللي بده يجي بتجيب المريض بسيارته بزركه من تحت البوابة تيجي الاسعاف يلاقي. هذه قمة المعاناة احنا عندنا. دفاع مدني، ما فيش عندنا دفاع مدني. إيه اللهم صل على سيدنا محمد. إيه الأساتذة المعلمين برضو بتغلبوا بتمرمروا الصبح لما يجوا، بيجوا مقطعين بيطلعوا معانا وبردوا الظهر بروحوا معانا مقطعين من تحت البوابة. إيه في مثلا أطفال معاقين من ناحية السمع، من ناحية النظر، من ناحية الحركة، برضو كله معانا من تحت البوابة من تحت. والله في العون احنا قرى وفيش حيلتنا اشي، ما جبناش اشي من كفر من طول كرم ما بنجيب اشي، وإحنا حيلتنا على الله. الواحد كل واحد يجوزها قاعد لا شغل ولا عمل وما فيش شيء، وين نروح ندبر حالنا.